حالة من الحزن سيطرت على الجماهير المصرية والعربية بعد الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمعه بريال مدريد الإسباني، حيث تعرض صلاح للإصابة في الدقيقة 26 من عمر المباراة ليتوقف اللعب عدة دقائق لعلاج الفرعون المصري قبل أن يسقط مرة أخرى بسبب آلام في الكتف. إصابة صلاح جاءت عن طريق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني الذي تدخل بعنف على نجم ليفربول من أجل إسقاطه، وهو ما أكده أكثر من رياضي تابع اللقاء. الأشعة الأولى تؤكد أن إصابة صلاح عبارة عن جزع في أربطة مفصل الكتف، والمدة المتوقعة لعلاج صلاح 2 إلى 3 أسابيع. وسيجري محمد صلاح التدريبات البدنية على الأجهزة المتخصصة بما يحافظ على كامل لياقته البدنية ليصبح جاهزاً للمشاركة بنهاية الفترة المحددة في كأس العالم.